انا يا الدخان تاعي والماء تاعي والقهوة تاعي هو الأكسجين، هي كرة القدم. 1 2 3 احنا جايين في بلاد العرب، بلاد أم الدنيا، بلاد الطوارين المصريين، نطلبوا ضيافة لبلاد الأرض المصرية. علاقتي من المنتخب الجزائري بيحبوني ونحبهم، يحترموني ونحترمهم، وكي يشوفوني يفرحوا. محرز، ابراهيم، بوجناح فرحوا، شافوني فرحوا وسلموا عليا وفرحوا باللي شافني، خاطر انا 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 كون البركه نتاع المنتخب الجزائري ان شاء الله بالاسم هذا الرجال. من هذول الناس عمار ورابح وسي محمود، وهذو فني مشجعين الفريق الوطني وكلهم كبير السن من 68 عام، هذو ما عدا الشاب، هذا المستقبل الشبيبة او في مصر او في الجزائر، الشبيبة هي المستقبل نتاع البلد. انا الامنيه تاعي ان شاء الله تكون النهائي عربي، من نذكر مصر، الجزائر، المغرب وتونس. انا نتكلم ماشي بالعاطفه، نتكلم كرياضي. انا نقول كاين 24 فريق لازم نحترموهم، وفي 24 فريق ماهم جايين باه يقسموا لك او يبندروا لك، هما متحضرين، واللي عنده مهارات وعنده عضلات ومتحضر هو اللي يفوز بالكاس. ان شاء الله تكون محبه صديقه امام ربي وامام الادب، صفحة جديدة تكون طيبة مع الشعب المصري والشعب الجزائري. وتحية مصر، تحية مصر، تحية مصر، تحية الجزائر، وتحية كل الناس اللي يحبوا الكرة وبروح رياضية.